كاتيا الكعدي، برحب بيكي معايا في وشة ودايما منوراني في وشة. وجودك النهارده في الدير في الميمة تقول عليه. اولا انا فوشه بتعرف عزيزه كتير عليا، وخاصه كمان فوشه بيروت وفوشه مصر. مبسوطه مثل كل سنه انتم معودين، صار لي 16 سنه اليوم. انا عم بيذكروني بدير جاست، عم بيقولوا لي هيدي السنه 16، المجله يعني المسؤوله عن الميمة، قلت لهم 16، انا مفكره 13. يعني عن جد بديت انا كنت يعني لسه واصله على مصر جديد، وكنت لسه يعني باديه جديد، فتعرفت على دير جاست المجله، يعني استاذ ماجد حسني وكل القيمين على مجلة، وبدينا وعن جد الوقت مرق بسرعة. ومبسوطة كل سنة أن أكون على موعد مع الصحافة بمصر، عم أقدم مهرجان الميمة الميدل إيست ميوزك أورد، وتلاقى يعني صاروا الفنانين، بتعرف 16 سنة في كتير فنانين تكرروا معنا وأخذوا جوائز عدة مرات، صرنا أصحاب، صرنا في معز إذا الحصل. لا المسحة دي مش هقول لك إيه سببها، عايز أعرف إيه سبب الكبدة اللي مع كاريك. موضوع الكبدة ده أنا قلت له هقول لك موضوع الكبدة وتضحك ومش هخبر الصحافة. لا دي حاجة صارت معانا بال 2006، كنت بعمل مقابلة مع عصام، كان عندي برنامج اسمه ستارز وبس، وكنت بقدمه على قناة المرأة العربية، وجيت أعمل حلقات هنا في مصر. ف كنا بنصور هو النهار مع فنان بيعمل ايه، اكتيفيتي ايه، بيشتغل ازاي، يعني بنقضي نهار معاه. فاخذني يطعميني كبده، اللي هو بيحب الكبده، فروحنا ناكل كبده بايه، بسياره الجاغوار، فتلاقي الكبده والثوم والمش عارف ايه، والاكل ما فيهوش كده في السياره. فانا عملت كده زي جوك كده مسحه، قلت له الجاغوار دلوقتي بتكلم بتقول حرام عليكم، انا جاغوار. اكتر يا اصل يا اكتر، هو خد باله من الكبده، هنساله بعدين. اكلم عصام وسلم عليه اقول له موضوع الكبده ايه. ايه تاني غير الكبده مواقف حصلت معاكي في مصر مع فنانين، واصلا خصوصا كان في البرنامج ده؟ لا ده موقف يعني هو قد ما هو يعني مزعج على قد ما هو مضحك برضو. انا رحت اصور مع جمال سليمان الفنان الكبير بالاهرامات، انا واصله جديد على مصر ومش عارفه انه لازم اي مكان تصور فيه لازم يكون معاك ترخيص. فنحن طلعنا بالكاميرات وطلعنا على الاهرامات، وبقيت الشرطه تيجي علينا وتحجز الكاميرا، واخذونا على مركز الشرطه. قلت له في ايه، يعني انا مذيعه وده فنان معروف وبنصور؟ لا انتوا لازم تاخدوا ايه يعني موضوع الاذن. فقعدنا عندهم وشربنا قهوه، وبعدين عرفوا نحن مين وردونا الكاميرا، فكان برضه ده موقف ما بنساهوش. يمكن دايما انت في مصر ناس كتير ممكن من لهجتك وتعرف تقول لي انت خلاص بقيتي مصريه، والمواقف اللي انت بتقولي عليها دي مصر خدت منك كتير قوي ولا لسه؟ لا بالعكس، انا يعني لو خدت مني انا مبسوطه، لانه انا صار لي مثل ما قلت لك 16 سنه عم بجي على مصر، صار عندي اصحاب كتير، فنانين كتير، عم نحضر برضه فيلم ان شاء الله يكون في لي اعمال تمثيليه، لانه الناس عرفتني كمذيعه، عرفتني كملكه جمال لبنان، بس مش حاضرين اعمالي التمثيليه، لانه كل الاعمال اللي عملتها هي لبنانيه، مسلسلات لبنانيه بحت تنعرض على قنوات لبنانيه. فانا بحرص انه كمان بحب يتعرفوا اكثر علينا كممثلين نحن لبنانيه، فان شاء الله يكون في عمل هون بمصر كمان نقدر نعرف الناس اكثر علينا، مش بس كمذيعه كممثله. فكره كمان اللي انت متصالحه مع نفسك، وعايز اخد من كلامك ده فكره انت متصالحه مع نفسك، ان في قطاع كبير من الجمهور يعني عارفك كمذيعه وكملكه جمال اكثر من ممثله، وانت الفتره دي مركزه في التمثيل. صح. الصراحه دي كتير مش بيقولها، ما فيش حد بيقولها، يعني انا لانه حد اشتغل من عمري صغير، انا كان عمري 15 سنه دخلت عالم التلفزيون كله، من العرض الازياء، وانتخبت ملكه جمال منطقتي زحله، وملكه جمال لبنان وصيفه اولى يعني، وملكه جمال توب موديل. فالشهره دي يعني حاجه خلص رفقتني من انا صغيره، فانا رجلي على الارض، بقول انا فين معروفه اكتر، وبقول انا ناجحه فين. فانا بلبنان ناجحه الحمد لله ومعروفه، وبحضر دلوقتي مسلسل لبناني، بس طبعا بمصر يعني اكون واقعيين، يعني الناس بتعرفني كمذيعه، بتعرفني كعرض ازياء من زمان، بس ما بتحضروش مسلسلات لبنانيه، يعني ممكن يقول لك اه كاتيا بتمثل، بس هو مش حاضر لي عشان المسلسل اللبناني ما بيدخلش على الدول العربيه الا عبر القنوات العربيه اللي بتاخد الاعمال المشتركه، وانا لسه ما عملتش عمل مشترك. علشان في لبنان الفتره دي بقت فيها، خلينا اقول لو فيها شلاليه شويه، قطاع كبير مركز على نجمات معينه. ده للاسف، وانا بقول عادي يعني، وما بستحيش كنت في لبنان ولا برات لبنان، نحن للاسف المنتجين لازم يدوا مساحه اكبر للممثلين اللبنانيين، يخلق يعني انا اصير نجمة لبنانية وأنا قاعدة في البيت؟ طب يعني النجوم دي صارت نجوم من دون ما تكون اشتغلت وحد دعمها وطلعت؟ يعني في ناس كانت تاخد دور تاني وتالت، لما أخدت دور أول برزت، فدي كانت مش شاطرة وبقت شاطرة لما أخدت دور أول. يعني لا، لازم يكون عندنا نجوم أكتر بلبنان، مش ناقصنا حاجة. يعني نحن لما بننجح بالمسلسلات
اللبنانية ومنجيب ريتنج 23 و24 اللي بيفهم بالريتنج يعني هم عارفين أنا بقول إيه. فيعني نحن قادرين ننجح في أي مسلسل لبناني عربي. فالمشكلة عندنا بالمنتجين اللبنانيين اللي مركزين على أشخاص معينين, ودي مش صحية, عشان لازم نوسع المساحة للكل ويكون عندنا أكتر نجوم. ليه كاتيا مش من ضمن الشلالة دي أو من المجموعة دي؟ مش يعني انا ما بص انا ما بدق يعني زي ما بقولوا مبدأ باب, يعني انا معروفه وشغلي معروف, واي مسلسل بعمله الناس بتتابعني والناس بتقول لي دايما مستنيين بتعملي ايه, وباراء الصحافه انا نجحت كممثله, وطبعا بالتقديم دي حاجه تانية بقى لي يعني زمان قوي, بس مش انا اللي افرض حالي او انا اللي, لا انتوا شايفين وانتوا لازم تتركوا. فدي مشكله مش بس عندي, عند ممثلين كتير لبنانيين ممثلات ومش بيدوم حقهم, يعني ما فيش مساحه كبيره. انا بقول هم ناجحين النجوم اللي عندنا, بس انت لما تعمل منافسه لازم تكون منافسه على صعيد اكبر, يعني بدل ما يكون بين 2 و3 نجوم يكون في 7 و8 و10 نجوم زي سوريا وزي مصر. بس ناس كتير بتعتبر فكره ان انا او ابقى متواجد وسط شله معينه او حد معين ده نوع من انواع السعي, او بتعتبر انت ايه, ولا هو ده مبرر؟ ده يعني ده زي ما بيقولوا حاجة مش دبلوماسية, يعني حاجة بيستعملوها طريق للوصول, يعني انه انا بكون بالشلة دي بيجيني شغل. انا بحب الكلمة, عنديش مشكلة مع حد, بس ما اقدرش انا اساير فوق طاقتي, وانت عارف الوسط يعني في ناس بتساير كتير ومش مش مش صحيح يعني ومش طبيعية ومش, انا لا انا حد صريح, واذا حبيت حد حبيته, ما حبيتش خلاص ببعد, ما عنديش مشاكل مع حد واصحاب مع الكل وبهني الكل باعمالهم, بس ما بحبش اكون انا حد يعني قاعد ببيض وجه كل الوقت, لا ما اقدرش اكون كده. عرفت ازاي؟ نورتينا النهارده في وشي, مبسوطه انت كنت معانا, ونتقابل دايما على خير. ثانك يو ان شاء الله. ثانك يو.